وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هنو، والنهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض حلقات رأس السنة. بنعمل عشاء إن شاء الله نستمتع به مع أهلنا وأصحابنا وحبايبنا، ودي رابع حلقة، يبقى كده فاضل لنا حلقة كمان غير حلقة النهاردة إن شاء الله ونخلص العشاء. حلقة النهاردة هنعمل فيها جراتان السبانخ، وكمان هنعمل فيها بطاطس بطريقة السكالب بوتيتوز. إن شاء الله يا رب الوصفات تعجبكم. نبتدي بوصفة السبانخ. عندنا للسبانخ نفسه عندنا 3 معالق كبيرة زيت زيتون، 3/4 معلقة صغيرة ملح، 1/4 معلقة صغيرة فلفل أسود، 1/4 معلقة صغيرة زعتر مجفف، 2 كيلو سبانخ من الصغيرة أو بيبي سبينتش، 1 كوب كريمة. بالنسبة للجراتان هيكون 3 معالق كبيرة زبدة، 4 معالق كبيرة دقيق، 1 كوب لبن، 1 كوب كريمة، 1 كوب جبنة جرويير مبشورة، 1/4 كوب جبنة بارميزان مبشورة. هنبتدي بالسبانخ. هنحط زيت الزيتون وعايزينه يبقى سخن علشان مش عايزين السبانخ تستوي على مهلها وتنزل المية بتاعتها. احنا يدوب عايزين هنشوحها بس كده على النار، وبعد كده هنضيف لها الكريمة ونضربها بالهاند بلندر. فهنحط السبانخ، هنلاقي السبانخ بتطلع صوت كده، هو ده اللي احنا عايزينه. يدوب تشويحة صغيرة خالص، أول السبانخ ما هتبتدي تدبل، احنا مش عايزينها تدبل كتير قوي زي ما احنا شايفين. بدرجة الحرارة دي هي مش بتنزل مية خالص تحت، الطاسة من تحت ناشفة. وبرضو ما نحطش الملح دلوقتي، لان الملح بيخلي المية بتاعت الخضار تبتدي تنزل. اول السبانخ ما الورق بتاعها يبتدي يدبل، بس وهو لسه اخضر كده احنا مش عايزين نغير اللون بتاعه يعني. دلوقتي اقدر احط الملح، فلفل، شويه زعتر، نقلبهم تقليبه، وبعدين نحط الكريمه. وهنسيبه على النار لحد ما يتشرب الكريمة خالص، نسيبه يغلي. وزي ما احنا شايفين لونه لسه اخضر حلو، واللون ده نحتفظ بيه بالطريقة دي، مش هيغير لونه على بني زي لما بيطبخ زيادة عن اللزوم. الاخضر بيقلب على بني شوية لان بنبوظ الكلوروفيل، لكن بالطريقة دي كلوروفيل بنحتفظ بالخضار بتاعه زي ما هو. نبتدي نحضر الجراتان اللي هنحطه فوق الوش. هحط الزبدة عايزين حوالي 3 معالق زبدة، دي كتير شوية. عايزين الكريمة تقصى شوية لحد ما تبقى تقريبا نص الكمية. راح نسيبها على النار مع السبانخ. ودلوقتي اجيب الدقيق احطه مع الزبدة. وهنحمره حاجة بسيطة خالص، احنا عايزينه رو يكون فاتح مش غامق. كده الرو جاهز، نبتدي نحط الكريمة واللبن. هنحط
ونقلبهم لحد ما يبقى عندنا زي بشمال، بس عايزينه خفيف شوية. لسه هنحط النوعين الجبنة اللي عندنا كده، خلاص كفاية، لأن ده لسه هيدخل الفرن تاني، مش عايزينه يبقى تقيل قوي. ودلوقتي هحط نوعين الجبنة، الجريير مع البارميزان. ودلوقتي نجيب الهاند بلندر ونضرب السبانخ مع الكريمة. اوكي، وكده البيوريه بتاع السبانخ جاهز. هاخد السبانخ وهنحطه في الصينية اللي هنقدمه فيها، وهاخده ادخله الفرن 10 دقايق علشان الكريمة والسبانخ يمسكوا في بعض اكتر. ده بيكون شكله لما بيطلع من الفرن. ودلوقتي نحط الجراتان فوق الوش. نتأكد ان كل السبانخ اتغطى. وهندخله الفرن علشان الجراتان يتحمر وياخد لون حلو، فندخل ده الفرن. ولحد ما يجهز نطلع فاصل، وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. أهلاً وسهلاً بيكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي سكالوب بوتيتوز أو بطاطس سكالوبت. ومقادير البطاطس عبارة عن 1.5 كيلو بطاطس شرايح رفيعة، 1 لتر كريمة، 2 فص ثوم مفروم، 1 معلقة كبيرة بقدونس فريش مفروم، 1 معلقة كبيرة روزماري مفروم، 1 معلقة كبيرة مرمرية مفرومة، 1 معلقة كبيرة زعتر مفروم، 1 كوب مرقة خضار، ملح، فلفل أسود، و 500 جرام جبنة إدام مبشورة. البطاطس دي سهلة وبسيطة خالص، بس في نفس الوقت طعمها حلو قوي وبتدي نتيجة حلوة. إن شاء الله تعجبكم بمناسبة رأس السنة. هنبتدي نرص نص شرايح البطاطس في القاع بتاع الصينية اللي هنختارها، ويفضل ان هي تكون الصينية اللي هنقدم فيها، لان دي طبعا صعب قوي تتغرف في حاجة تانية. فهنبتدي نحط شرايح البطاطس الرفيعة نص الكمية. نبتدي دلوقتي نرش عليها شوية من الحاجات المختلفة اللي هتدينا طعم حلو. حطينا مرمرية، روزماري، زعتر، نعناع وبقدونس. لو عايزينها من غير حاجة من دي خالص، مجرد ملح وفلفل، ممكن برضو نعملها كده، يبقى طعمها بس بطاطس مع كريمة ممكن، أو ممكن نضيف الحاجات دي بتخلي الطعم حلو. هاخد جزء من الثوم وأحطه مع المرق. وأبتدي أنزل
فوق الحاجات دي كلها، وبعدين احط شويه من الكريمه. وهنحط شوية من الجبنة. اختيار الجبنة برضو بيعتمد على ايه هو الطعم اللي احنا بنحبه وعايزين نضيفه للبطاطس. ممكن نستعمل اي نوع جبنة احنا بنحبها. اوكي، دلوقتي عملنا اول طبقة، نبتدي نعمل بقى الطبقة التانية بنفس الطريقة. هنعيد اللي عملناه دلوقتي. نحط طبقات من البطاطس. البطاطس زي ما احنا شايفين مقطعينه رفيع قوي بحيث ان ما ياخدش وقت كتير في السوى، وده بيبقى احلى من ان احنا نعمل بطاطس مقطع تخين ونضطر ان احنا نسلقه الاول علشان الكريمة والجبنة وكده ما تاخدش لون غامق قوي في الفرن. فبنقطعه صغير علشان يستوي بسرعة. نفرد البطاطس. وبعدين هنكرر تاني، نحط البهارات اللي احنا عايزينها. الملح برضو نخلي بالنا ما نحطش ملح وفلفل كتير. فلفل اوكي، بس قصدي ملح مش كتير، لان عندنا جبنة، والجبنة بتدي طبعا طعم ملح قوي في الاكل. دلوقتي هحط بقية الجبنة، وبعدين نحط الكريمة كلها فوقهم. بقية الكريمة هنحطها كلها. دلوقتي هنحطها في فرن يكون هادي، درجة الحرارة بتاعته حوالي 160 أو 170، وبرضو علشان ما تاخدش لون غامق زيادة عن اللزوم. هنغطيها الأول النص الأولاني بفويل، وبعد حوالي تلت ساعة أو نص ساعة بالكثير هنشيل الفويل ونكمل نخليها تاخد وش في الفرن، نحمر الجبنة اللي فوق الوش. ده بيكون شكل السكالوب بوتيتوز، وده بيكون شكل جراتان السبانخ. وبكده نكون خلصنا رابع حلقة من حلقات راس السنة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم. عملنا سكالوب بوتيتوز، عملنا جراتان السبانخ، وبكده يبقى فاضل لنا ان شاء الله نعمل مع بعض الحلو، وده بإذن الله هنعمله في الحلقة الخامسة من حلقات راس السنة. وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله ان شاء الله.